قال اخوي يجيب لي حطبات. ما يصير اخذه اخويا ما بقى يجعدني، عارف ابني بكله يروح على العالم على الكنيسه، يروح على الكنايس يصلوا كمان. من هنا حالي ما لي حل. تعلمت الخياطة وصرت خيط واشتغل وعيش اخواتي وحطيتهم بالمدرسة وعلمتهم درستهم وتوظفوا الحمد لله. قلن الله يا خيط بدكن تعيشوا عمركن. اجتهدوا هالبنات خواتي يجتهدوا، الثلاثة تعلموا واخوتي اثنين تعلموا عشغل ايدي، ما نمعين غير الله تعالى. كانوا يجي لعندي احسن عيال من ادلي واضا ادلي، يجي لعندي من ادلي واضا ادلي، بيجي لعندي خيطوا لاولادهم ويامنوا عاولادهم بناتهم يحطون عندي يعلمون الخياط. صرت بهالعمر صرت كبيرة عادي، ما بقى بحسين بشتغل شيء. ودشتني أم بها البرهة وعطتكن عمره، وهلا غدي بيجي راس السنة لا كأنه جاي علي، عم ببكي عيدنا وراس السنة بدن يجي ورا بعضهم. شتت العالم معن وليدات صغار يا عيني. كنت أبرك بالأبو، لو تيجي الطيران أبرك بالأبو، حط الديواني لهلأ بالأبو والمخدي بالأبو. أبرك بالأبو هالطيران يعدي من فوق بيتي وأنا أرجف تم ساعتين أرجف. هذا بيت أبوي، هذا البيت خلقت فيه بدي أموت فيه. ما بشوف إلا الباب عم يندق، أهل الخير بيجيبولي ربطة خبز شوية زيتون، أهل الخير بيتحننوا علي. هيك عايشي بالحنية، بحنية العباد. إدلب ما في مثله، بتمنى لها الخير والهداوي إن شاء الله بترجع مثل ما كانت وأحسن.